عايز ابدا معاك بقى يعني بص سخنين بالسؤال اللي هو اللي مصر كلها بتساله، الكوره جت في ايدك ولا لا؟ بص هو يعني انا عايز اسال سؤال، هل لو قلت مثلا ان هي انا اللي اسال هنا؟ لا ما انا برضه اسال برضه، انا هل لو انا قلت لك مثلا ان هي ما جاتش في ايدي هتحسب لي الماتش تعادل؟ لا الماتش خلص والدوري كله خلص، الاهلي كسب الماتش والاهلي خد الدوري والدوري خلص، فايه تاني اللي جاب عليه مش مهمه. بس فيعني بلاش نركز في الحاجات اللي جت في ايدك ولا مش هقول لك. انت شايفها ايه؟ عشان انت شفتها ايه؟ عملت اثاره للجدل ساعتها في مصر كلها. انت شفتها؟ طلعت لك تصريحات في الاول الكره جت في ايدي، وبعد كده نفي على السوشيال ميديا الكره ما جتش في ايدي. انا عايز اعرف ليه اصلا حصل اثاره للجدل. انت اللي تقول لي. انا بسال، المباراه حصل فيها حدث، الحكم قرر قرار معين وكده كده بنحترم قرار الحكم وخلاص المباراه خلصت، ليه يحصل جدل بعد؟ هقول لك ليه. ما احتفلتش حلو، وكان رد فعلك هادي خالص ان لو الكره في الطبيعي جون وما جاتش في ايدك كان زمانك لفيت الملعب 7 مرات. طب اقول لك على حاجه، انا في ماتش الزمالك والاسماعيلي في استاد القاهره السيزون اللي خلص، انا في كورنر اول جون لينا حلو، مش انا اللي حطيتها حلو، فتوح كان مشترك معايا وخبطت في فتوح ودخلت، بس انا كنت مشترك في الكوره ساعتها، ما احتفلتش مع ان الكوره دخلت جون، فالمفروض ان انا جبت جون احتفل. بس انا في كوره الجون الاهلي ان مدبولي شايت الكوره فهي خبطت فيها ودخلت، فمش انا مثلا اللي تعبان في الجون. خبطت فين بقى؟ انت فاهمني؟ بس فحسيت ان انا ما عملتش مجهود في الجون، ايا كان بقى الكره جت فين بالظبط، فما فرقتش الفرحه اللي هي. لا بس انت ليك ظروف خاصه، لو في الماتش ده في الطبيعه والظروف دي هنقولها ونعرفها للناس القصه كلها كنت هتحتفل. ملهاش علاقه. يعني هي خبطت فيك ودخلت؟ خبطت فيها ودخلت بقى. فين انت عايزها؟ في ايدي براحتك، عايزها في رجلي براحتك. يعني السؤال ده مصر كلها انا كنت مع مصر كلها سالته عليه واحنا في الساحل. مصر كلها. اه ده حقيقي. صح ولا لا؟ يعني انا كنت مع عبد الرحمن في الساحل، فعلى الجيت اي على الكارته من على الطريق جت في ايدك ولا ما جاتش؟ والفشار والفشار. قال لي هديك فشار بس تقول لك انت ايدك ولا ما جاتش. بس فلا خلاص الدوري خلص والموقف نفسه خلص، فخلاص هي صارت. بس كده ننزل لك تصريحات ان الكوره جت في ايدك على لسانك؟ لا في البرامج، وبعدين انت طلعت نفيت ده كله. انا وهو المفروض كان صديق، ولما اتكلم معايا يعني بحترم الكلام معايا، بس انا شرحت له الكيس كلها والكوره تفاصيل الكوره كلها، فانا اتفاجئت ان اللي متاخد محمد حسن يعترف الكره جت في ايدي. ده اعتراف رسمي؟ لا هو اللي بنزل كده، فاتضايقت لان صيغه الكلام وطريقه الكلام معاه ما كانتش كده، وانت المفروض صحفي فالامانه تقتضي ان انت اي كلمه تنزلها هي من غير تزود حاجه ولا تنقص حاجه، فاتضايقت جدا فنزلت تكذيب لان انا ما قلتش الكلام ده، بس ما كانش ده كلامي معاه خالص يعني.